يا اوجن نزلني يا اوجن، هو انا برز؟ انتوا ايه يا جدع انت؟ انتوا ايه؟ احنا ايه بس يا اوجن؟ ايه اللي جاب بهلول المخزن؟ والخزنه ما عارف تعمل ايه؟ انتوا مش قلتوا ان ده مال يتامي؟ نزلني طيب وانا احكي لك على كل حاجه. انا مش هنزلك الا لما تنطق. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا صبي عند لطفي الحراق، هو اللي بيفكر وهو اللي بيسوق، وانا يقول لي نفذ يا حورس هنفذ على طول. انا ماليش دعوه باي حاجه، انا مش شخص مهم، انا شخصيه تافهه. هو جد والله العظيم هو ده يقول لي هي دي فلوس ايتام تبقى ايتام، فلوس احلام تبقى احلام. نهايه الحكايه دي كلها مع لطفي، روح واساله وهو هيدلك على طول. بس نزلني يا هوجن، يا هوجن، شكلي بحر يا هوجن.